في رحلة ممتدة نجوب معا في تفاصيل المواصفات والمقاييس، لنطوف بين المواصفات القياسية ونتعرف إلى دورها في ازدهار الصناعة وتمكين الاقتصاد، ونبحر معا في رحلة شيقة بين معايير الجودة وأدوات القياس وطرق المعايرة والاختبار، لتبدو لنا الصورة واضحة بالنص بالوصف بالدقة وبالملي. بعد حزم الحقائب واتخاذ قرار قضاء الإجازة الصيفية في دولة أخرى وفي قارة أخرى بعيداً عن بلدتك، لن يكون من المفاجئ إذا لاحظت تغير حالة الطقس هناك، ولن تستعجب كذلك من اختلاف التوقيت بين هنا وبلدتك القديمة. ولكنك في المقابل إذا وجدت الأشياء التي اعتدت عليها في بلدتك من بضائع ومنتجات بصفات وهيئات مغايرة، سيصاحب ذلك الكثير من الغرابة والاندهاش. ولكن التساؤل الحقيقي الآن، ترى ما السر وراء جعل صناعات بعض البلدان ومنتجاتها تتفوق على غيرها؟ وما الوصفة السحرية التي بسببها نالت منتجات وخدمات محددة صفة التميز والأفضلية المطلقة فقط بسبب الدولة التي صنعت فيها أو أتت منها؟ إنه عالم المواصفات القياسية، الكواليس السرية للتميز والجندي الخفي في مهمة صنع الأجود والأفضل والأكثر سلامة على المستهلك والبيئة. سلاسل مستمرة من التجارب والملاحظات خلصت لوضع قائمة من البنود والشروط المتعلقة بكل المنتجات والخدمات التي نتعامل معها، وسميت بالمواصفات، مراعية في وضعها الوصول إلى كفاءة إنتاجية متطورة وجودة وحسن أداء وانخفاض في التكاليف، ما يحقق منفعة المنتج والمستهلك في الوقت نفسه. على مر العصور لم تتغير طبيعة الإنسان الطموح وبحثه عن الأفضل، ولكن ما تغير هو تعريف الأفضل على اختلاف الأزمنة. فالمميز عند إنسان القرون الوسطى ليس المميز عند إنسان القرن العشرين، وبالتأكيد ليس المميز عند جيل الألفية. فمثلاً كانت أهم مواصفات الأغراض عند الإنسان القديم أن تكون من بيئته ومحيطه، فيستطيع الحصول عليها بكامل السهولة لانعدام وسائل التنقل البعيد وقتها. ومع التقدم تشكلت قائمة من المواصفات الخاصة بكل صناعة وخدمة، لكنها مبنية على تجارب فردية وأمزجة مجتمعية خاصة، وليست بلغة الأرقام أو الاختبارات. وعلى تباين المواصفات قديماً، إلا أن جميعها كان يدور حول ذات الأشياء: الكفاءة، السعر، السهولة، الأمان والمتانة. قيام الثورة الصناعية وانفتاح العالم اقتصادياً وتجارياً جعل من تحديد هذه المواصفات حاجة ضرورية، وبخاصة مع زيادة حركة الصادرات والواردات بين الدول، فكان لابد من وجود شروط واضحة تسمح بمرور الصادرات وقبول الواردات على الحدود، فأنشئت مؤسسات خاصة بالتوصيف والتقييس ومراقبة المطابقة للصناعات والمنتجات والخدمات والأداء، بل وازدادت تفصيلاً لتتأسس هيئات أكثر تخصصية بشأن المواصفات كالمواصفات القياسية الدولية ISO وIES والمواصفات القياسية الإقليمية مثل المواصفات التي تصدرها هيئة التقييس الخليجية GSO والمواصفات القياسية الوطنية مثل مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO. مراحل متعددة تمر بها المواصفات منذ أن كانت سطراً مكتوباً وحتى تصبح واقعاً كامل الحدوث، بداية من عنوان المواصفات، مروراً بمراحل التفصيل والتمهيد وشرح التعريفات بداخله، مع التعريج على توضيح المتطلبات بشكل دقيق لا يحمل لبساً، وصولاً إلى تعيين طرق أخذ العينات والاختبار قبل أن تعمم وتنشر وتخطر بها الجهات ذات الصلة لتطبيقها. مسؤولية تطوير البنية التحتية للجودة بشكل عام، ومن قبلها حماية صحة المستهلك وسلامة والحفاظ على البيئة، دور تقوم به المواصفات القياسية دون منازع من خلال وضع المتطلبات والاشتراطات التي تحدد خصائص السلع والمستويات الملائمة من الجودة
التي يجب أن تتوفر فيها لتحقق أغراض الاستعمال وتتلائم مع الظروف السائدة. والواقع يقول لولا وجود مواصفات تحكم وتحدد وتراقب لكان من الصعب الحصول على ثقة المستهلك أو حمايته، وما كان بالإمكان زيادة كفاءة العامل وإنتاجيته أو ترشيد الموارد وتوفير الخدمات، ولأغلقت الأبواب المشرعة باستمرار من أجل التطوير والتجديد. ومن أجل أن تكون المواصفات القياسية ملائمة للواقع ومعبرة عنه وملبية لاحتياجات الصناعة الوطنية، اتبعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ساسو طريقتها الخاصة في إصدار المواصفات، فتمنح الفرصة من خلال فرقها الفنية للتجار أو المصنعين، وتتشارك مع الشركات الوطنية لتحديد المواصفات ذات العلاقة بمنتجها قبل أن تتولى مهمات الاعتماد والتطوير والتحديث فيما بعد، لترصف بالمواصفات السليمة طرق الوصول إلى الأفضل. بودكاست بالملي يأتيكم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.